مشاهدينا أهلا بكم. تداول المستخدمون مساء أمس مقطع فيديو لبرج الحمراء الكائن في مدينة الكويت، وقد علق مصور المقطع بأن البرج يحترق. حالة من القلق أثيرت في منصات التواصل الاجتماعي أدت إلى كثرة تساؤلات المغردين عن حقيقة ذلك. وفي الوقت ذاته المستخدمون تداولوا مقاطع لحريق مركبة في شارع سالم المبارك بمنطقة السلمية بالقرب من أحد المجمعات الشهيرة، مما جعل البعض يربط بين الحدثين. وبعد فترة وجيزة من انتشار الشائعة وفي بيان رسمي للإدارة العامة للإطفاء، سرعان ما نفت من خلاله حقيقة حريق برج الحمراء، خاتمة بيانها بالتشديد على المواطنين والمقيمين بعدم تناقل الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي إلا من خلال المواقع الرسمية لتدارك الشائعات، لما لها من تأثير سلبي قد يثير الهلع والخوف بين عامة الناس. وتفاعلا مع الأحداث، قام فريق العمل بحساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية عبر تطبيق إنستغرام، وذلك بإجراء اتصال هاتفي مع الملازم أول رضا السلمان رئيس الإعلام الإلكتروني بالإدارة العامة للإطفاء لتوضيح الأمر كالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نطمئن الجميع ونؤكد بأن الإدارة العامة للإطفاء لم تتلقى أي بلاغ عن اندلاع حريق في برج الحمراء، وأيضا نؤكد بأن جميع فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لحماية الأرواح والممتلكات. وكما يعني جرت العادة في مثل هذه الأمور، يجب أن نذكر بأن طبعا هناك المعلومات كلها موجودة في المواقع الرسمية، سواء كانت التابعة للإدارة العامة للإطفاء أو من خلال حسابات وزارة الإعلام والقنوات الرسمية. كما أن يعني المقاطع المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا نتيجة لكثافة الضباب على برج الحمراء. نؤكد مرة أخرى بأن طبعا الموضوع كله هو لا يتعدى سوى وجود أو كثافة الضباب على برج الحمراء، ولا يوجد أي حريق في تلك المنطقة. تلقى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء بلاغا يفيد باندلاع حريق مركبة في شارع سالم المبارك مقابل مجمع المارينا مول. وعلى ضوء هذا البلاغ توجهت فرقة إطفاء من مركز السالمية الجنوبي وقامت بالتعامل مع الحادث وإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، مقتصرة الأضرار فقط على الماديات. هذا وفتحت الإدارة العامة للإطفاء التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.